نحن كنا بمستشفى الروم أنا وجوزي والماما آه سمعنا أول صوت آه قلت له لجوزي إنه يمكن سمعنا شي جدار صوت أو هيك قرب على الأزاز بساعة سبعة ستة وسبعة دقايق بيطلع الانفجار أنا بشوف جابي طار مع الأزاز وقشط هيك قدامي آه صار في غبرة بيضة كتير صار في صريخ كتير آه طلوا العالم على البنايات آه البناية اللي حت لحدنا يعني صوت كتير كتير قوي وغبره كتير قويه وأنا انا ما كيفية امشي مثل ما تفضلت وقلت لانه كانت عامله الابره امي كانت واقفه حدي هي كمان حميتني بميله مع انه هي انأذت بس ردت عني شوية ازاز اول شيء فكرت فيه انه جوزي مات تاني شيء فكرت فيه انه رح يقولوا لي انه ابني مات لانه قد ما الضغط كان كثير قوي أه هبطت كل الاوضه فوقت اللي قام جوزة وصار يجري بيفتح باب الاوضه فاتت النيرس وستاش فام وجابت مونيتر على البطاريه لانه انقطعت الكهرباء سو ما كان فيهم بقى يشوفوا دقات قلب البيبي يعني اذا بعده عايش ولا لا آه. جابت مونيتر على البطاريه وفحصته هون طمنتني انه لا البيبي بعده عايش بس كان لازم نعمل ايفاكياسيون شو للاوضه لانه ما كان فينا نضل واكيد ما كان فيي ولد بالاوضه مثل ما هي وانت كريستال يعني بهذا الوقت مش حاسه بإجراك يعني انت ما فيكي تمشي ما فيي امشي يعني اذا بدي شيل ازاز عني بس بقدر احرك ايدي انا كان معي تليفوني وكنت قد ما الصوت قوي كنت عم فكر انه الانفجار صار بمستشفى الروم او حدا فمسكت التليفون صرت ابعت صور على الجروب العائلة تبعنا لانه فكرت انه بدي اقول لهم تعالوا شوفوا نحن وين تعالوا شوفوا شو صار فينا يعني انت بهالوقت كريستال لما لما كنتي على الكرسي حملوك على الكرسي حطوك على الكرسي ونزلوكي خمسه طوابق آه لتحت من بعد ما قدرنا نفتح باب الاوضه اجوا إجى الهلب وإجى حكيمه دكتور نديم حجل آه الطريقه الوحيده اللي كان فينا ننزل فيها هو انه يحملوني يحطونه على كرسي بلاستيك هيك صار حملوني خمسه طوابق لتحت على الباركينج آه كمان بالباركينج ما كان في ولد لانه انه اذا عايز اكسجين ما كان في اذا عايز اذا انا انه اذا صار شيء ما كان في حيله وسيله للمساعده يعني نزلت لتحت ومش عارفه مصيرك شيء ابدا شو 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 صار آه جرب حكيمة انه يدبر لي محل بغير مستشفى هي. وهيك صار يعني بعجيبة كان في سيارة ردي انه تطلعنا آه على غير مستشفى ما بتعرفيهم ما بعرفهم طلعتي بالسيارة ف... انت ومين آه حطوني على المقعد الوراني نايمة وكان في طلعت معنا ريزيدنت اسمها دكتور ستيفاني طلعت بالصندوق بتذكر مسكت لي ايدي كل الوقت من طلعنا على قلب يسوع طب وهلا بهذا المستشفى بي... روما قلب يسوع نعم بس ما كنت بعرف اذا امي وجوزي رح هذا اللي بدي اسالك عنه انه جابي وامك مش مش عارفه شيء عنه كنت عارفه انه عرفوا انه عم مستشفى قلب يسوع بس ما كنت بعرف كيف بدهم قصدي طمنتي طمنتي بالك انه هن منيح وجابي مش منيح مش مش كل الفتره مش كل الوقت. يعني ما انت وي... عندك ابنك وبدك تولدي انا كان عم يجوني بعد كونتراكسيون انا وبالسياره هلا ما بعرف قد ايه اخذت معنا وقت طريق لنوصل طريق اخذت بسمع. وقت طويل كريستال انت ورايحه على الطريق المشاهد اللي شفتيهم هيك بهيدا الوقت ما كنت عم بس ما كنت عم بقشع كنت عم بسمع كنت عم بسمع الشاب اللي ساق فيي عم بقول لهم معنا مره حبله زيحوا زيحوا هيك كنت عم أنت شو عم تقولي بقلبك؟ يا عدرا. <applause> كل الوقت <applause> كل الوقت <applause> حميتك أكيد وصلتك على مستشفى ثاني حمي... حميتني أنا وجوزي وابن. وجون والماما آه شالونا يعني الله شلنا مثل الشعرة من العجينة هلا وقت وصلنا لفوق على المستشفى مستشفى قلب أو... يسوع قلب يسوع آه ما بفقد اخذت معنا وقت الطريق بس بعرف أنه وصلنا لفوق آه أول أشخاص شفتهم هن عمي وخيي استقبلوني فوق آه نظفوني آه رجعوا هيئوني لحتى ارجع ولد وبرجع بعرف انه وصل جوزي والماما وهون هيك ارتحت شوي وفات جابي معي على الاوضه نعم. وبقى معي لكن خلقت جون ولدتي ولدتي جون الساعه 11 بالليل؟ الساعه 11 بالليل سمعتي صرخته وهيك شفتي بي يعني هون ارتحنا على جابي هون يلي كان لاقيك على المستشفى مجروح كان بعده بجروحاته صح من بعد ما ولدت كل الوقت تقطب ساعتها؟ من بعد ما انا ولدت